أولا هذا إجرام همجي مكشوف، ذلك أن المستعمرة الإسرائيلية وجهت بثلاث هجمات ضربات على وجوههم، ضربات سياسية. الأولى حينما فشلوا في 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 ترويض أهل القدس، وأهل القدس أحبطوا مشروعهم للاحتفال بأن القدس بين قوسين تحررت وتوحدت وأصبحت عاصمة للمستعمرة الإسرائيلية. فجاء المقدسيون وقالوا لهم هذه القدس جزء من خارطة الدولة الفلسطينية، ونحن ونحن من الشعب الفلسطيني، جزء من الشعب الفلسطيني ولسنا إسرائيليين. والعامل الثاني المفاجأة التي حصلت في غزة بضرب الصواريخ إلى المناطق الإسرائيلية، كانت مفاجأة أذهلت الإسرائيليين وخصوصا الشارع، وضربت في معنوياتهم. كما تكون هذه الصواريخ مؤذية على المستوى المادي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى التدميري قدراتها متواضعة، ولكنها على المستوى المعنوي فعلا آذت الإسرائيليين وهزت معنوياتهم، ودللت على أن التفوق العسكري الإسرائيلي لم يقدم الأمن للإسرائيليين. والعامل الثالث هو الانفجار الذي حصل في مناطق 48 من قبل الفلسطينيين الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، خاصة من قبل المدن المختلطة الخمسة، يافا وعكا وحيفا واللد والرملة. في عكا واللد تم حرق كل مراكز الأمن، ولذلك هذه العناوين الثلاثة الحقيقة شكلت لطمات سياسية في وجه حكومة نتنياهو. ومن هنا يحاول أولا حاول اصطياد قيادات سياسية قطاع غزة، ولكنه فشل في اصطياد أي من القيادات السياسية كما حصل يعني في دورات سابقة. قد يكون اختال قيادات ميدانية عسكرية كانت على رأس عملها، وبالتالي تم اصطيادها وتم اغتيالها، ولكنه لم يتمكن من اغتيال قيادات سياسية. أيضا يعمل على تحريض أهالي غزة باعتبارهم حاضنة للمقاومة من خلال تدمير البنى التحتية، المياه والكهرباء وشبكات الصرف الصحي والمستشفيات والمدارس، وأيضا المدن يعني المواقع المدنية، المساكن المدنية. ولذلك هو يعمل على الانتقام، يعمل على تحريض أهالي غزة على المقاومة وتحميل مسؤولية يعني هذا الخراب. اليوم الحقيقة الصراع هو صراع سياسي، أصبح هناك إحباط لثلاث دورات لمجلس الأمن من أجل إصدار قرار بوقف إطلاق النار. الإدارة الأمريكية حمت نتنياهو عبر إحباط أي مشروع من قبل قرار الأمن. هناك مبادرة مصرية قطرية، ولكن حركة حماس رفضت إلا أن يكون هنالك وقف إطلاق النار متبادل، لأن الإسرائيليين يريدون أن يسجلوا على حماس أنها التي بدأت بإطلاق الصواريخ وهي التي يجب أن توقف إطلاق الصواريخ. وبالتالي لو حصل ذلك يعني أمام المجتمع الدولي أن حركة حماس وافقت على الإقرار على أن هي التي بدأت، وبالتالي هي التي انتهت. ومن هنا الآن صراع سياسي حول صياغة الموقف السياسي تجاه هذا الموضوع. لذلك هذه مسألة ساعات، مسألة أيام، ومن هنا اشتداد الهجمة الإسرائيلية هي محاولة تركيع القرار السياسي ودفع القيادة السياسية من أجل القبول بهذا القرار، لأن يكون الفلسطينيون هم المبادرين بوقف إطلاق النار.